مبارك. الله يسلمك. اقول لك الشروق مر من هنا، انا كنت احلم قبل 4 ايام الا جيت اليوم وشفت الشخصيات اكو قدامي. حلمت بالبرنامج زازو؟ ما كل يوم قاعد نطالع. ايوه طيب نعرفك. كل يوم قاعد نطالع. الاسم منو؟ عبد الله اوجيك. عبد الله مرحب بك. اصلا انت من وين في السودان؟ انا العاصمة الخرطوم. انا قاعد يا سيدي في ابو حمامة. ابو حمامة. جيت هنا لكم؟ من 77. 77؟ ايوه. من 77 جيت هنا؟ انا هنا. ما شاء الله تبارك. 77 في البحرين، انت معناه من اوائل الناس الجو هنا. ايوه في بعد يعني قبلي في ناس بعد. لقيتوا ناس هنا قبل؟ ايوه. كثيرين؟ لا يمكن في كان 3 تنفر. طيب الشكل زمان ما كانت بالمستوى ده البحرين. لا هن كل شيء من الشباب ده كله ما في حد انا عارفه عنه ذاته. مستغرب انا اليوم والله عشان الشروق جابهم. حلوه حلوه. الشروق جابهم اليوم، ما يمكن في مجموعه ما يعرفوني من عبد الله. ما في حد يعرفني. انا انسان من الناس القدام. انا من الناس القدامى. يا سلام. قبل اساكر كنت في الجيش هنا؟ لا انا انسان مدني، انا كنت شغال في البنك السويسري. بنك السويسري؟ ايوه. ما شاء الله في البحرين هنا في المنطقه. هنا. طيب من السودان دايركت داخل الزرف في البنك. والله ما طيب بتتذكر اول مرتب اخذته هنا في البحرين كم؟ 400 دينار. 400 دينار. والبيت تقريبا البيت اغلى من الراتب. من الراتب. وكانت قروش كثيره ال 400؟ كثير. انا تقريبا 25 دينار ده خبر خير. انت عايش ملك. بس الحين ال 25 دينار الحين نام في براده باي باي لندن في ثواني خلاص. لكن زمان كانت رخيصة. الدنيا بخير كان. الدنيا بخير. والله ربنا يديك الصحة. ولا مشيت قريب السودان؟ مشيت 2002. 2002 آخر مرة. قعدت في الخرطوم أسبوع، جوبا أسبوع، وجوبا أسبوع ونص، والخرطوم أسبوع ونص. نعم. لسه يعني معارفك ناسك في أبو حمامة هناك موجودين؟ والله كل الناس خلاص اللي راح ما ادري وين، ابو حمامه خلاص اتشتتت ما حصلت احد. لقيت الحمامه طارت. طارت. ربنا يديك العافيه. والله سعدنا بك كثير يا اخي. تعرف انا مستانس ببرنامج مالك. ما كل يوم انا قاعد اطالع الشروق مر من هنا. يوم في مكان يوم في مكان، اقول اليوم انا شفت الشروق ذاته وصل البحرين. ربنا يديك العافية يا شيخ. ما تقصر ترى ديل كله حبايبك. الله يديك. جا شلونك انت؟ الله يكرمك. اهلين وسهلا. احنا سعيدين بعبد الله وبكل اللي شاركونا في محطتنا دي. اخواننا سؤالنا